أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن النظام الإيراني هو المتسبب الرئيسي في المعاناة والموت والإرهاب للإيرانيين والعالم بأسره. وأشار بومبيو إلى أن النظام الإيراني تسبب بالمعاناة والموت لشعبه والعالم، مؤكدا أن أوروبا نالت نصيبها من الاغتيالات والتفجيرات والإرهاب الذي تبناه النظام الإيراني في أرجاء القارة. وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن النظام الإيراني الذي يحاول إقناع أوروبا بالبقاء في الاتفاق النووي هو نفسه الذي يخطط لهجمات إرهابية في أوروبا.